لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من لندن الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل. أهلا وسهلا بك أستاذ نهاد. وبداية يبدو أن بريطانيا تجد صعوبة في السيطرة على الأوضاع الاقتصادية منذ جائحة كورونا، لكن كيف يعني يعطل هذا من خطط رئيس الوزراء ريشي سوناك من إجراء إصلاحات اقتصادية وأيضا تخفيض الضرائب التي وعد بها؟ تحياتي لك دينا وشكرا على الاستضافة. هذا سؤال هام جدا، لأنه في الواقع يعود بنا إلى الخلفية الكارثية التي أدت إلى وصول بريطانيا إلى هذه المرحلة البائسة. أولا، القرار الكارثي للخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، ولكن التنفيذ حدث قبل 3 أعوام. هذا أدى إلى تراجع التجارة البينية مع الاتحاد الأوروبي بين 15 و20%، أدى إلى ارتفاع أسعار السلع وتكلفة المستورد وتكلفة المستهلك. ثم تبع ذلك وباء الكورونا الذي أغلق الاقتصاد البريطاني تقريبا 2 عامين، وأنفقت حكومة بوريس جونسون رئيس الوزراء الأسبق 400 مليار استرليني، أي حوالي 600 مليار دولار لدعم الاقتصاد، دعم العائلات، دعم الشركات. ثم أتت، وقبل أن نتعافى، أتت الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار الطاقة 500%، رفعت أسعار الغذاء، وهذا جلب الهلاك للاقتصاد البريطاني، واضطرت الحكومة أن تدعم أسعار الوقود للعائلات والشركات، وهذا أيضا أضاف إلى تكلفة الحكومة. والآن دخلنا مرحلة الركود الاقتصادي في الواقع، ليس رسميا بل قريبين من حافة الركود. بنك إنجلترا البنك المركزي ارتكب بعض الأخطاء أيضا، تقاعس في رفع أسعار الفائدة أواخر 2021، وصل التضخم في ديسمبر 2021 5.4%، ولم يتحرك إلا بنهاية العام. عليه أن يجب أن يكون قد تحرك برفع أسعار الفائدة ربما منذ أكتوبر أو سبتمبر 2021. ثم الإفراط فيما يسمى التيسير النقدي خلال فترة الكورونا، وهذا أدى إلى تغذية التضخم، فدخلنا في مرحلة صعبة جدا. والآن ريشي سوناك قدم تعهدات أنه سيخفض المديونية، سيخفض أسعار الفائدة، سيخفض الضرائب إلى آخره، وحتى الآن فشل على كل هذه الجبهات. المديونية ارتفعت إلى 1.56 تريليون استرليني، أي تقريبا 2.3 تريليون دولار، والآن التضخم 8.7%، القوة الشرائية للمستهلك تراجعت، الوضع الاقتصادي صعب، لا يوجد نمو اقتصادي، نمو اقتصادي بائس. إذا قلت لك أنه في الربع الأول من العام كان 0.1%، أي 0.1%، الآن هذا ليس نمو، هذا ركود اقتصادي في الواقع. لذلك والمخطط أن يصل أسعار الفائدة، التضخم، نسبة التضخم 5% نهاية العام و2% 2024. هل هذا قابل للتحقيق؟ هذا السؤال الصعب الذي يواجه بريطانيا. لذلك بريطانيا في وضع صعب جدا، والمستقبل حتى الآن يبدو مجهولا، ويوجد حالة عدم اليقين. نعم، مع ارتفاع معدلات التضخم واستمرار هذه المعدلات عند يعني ربما أعلى مستوياتها في عشرات السنين، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، هذا يكبد الحكومة مزيدا من الأعباء إذا تحدثنا عن الديون. ما هي الأفكار المطروحة لمعالجة هذا الأمر، بالذات أنه الاقتصادات العالمية ما زالت ترفع من معدلات الفائدة؟ نعم،
أولا دعني أقول أن الاقتصاد البريطاني أسوأ أداء في مجموعة السبعة، وبريطانيا هي أحد أعضاء هذه المجموعة. ثانيا طرحت بعض الأفكار، منها تخفيض الإنفاق الحكومي. تخفيض الإنفاق الحكومي معنى أموال أقل لقطاع الصحة، لقطاع التعليم، لقطاع النقل وغيرها، وهذا طبعا يؤثر على المواطن سلبا، هذا موضوع. ثم أيضا الاستمرار في سياسة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، لأن بنك إنجلترا أو بنك أوف إنجلاند فاشل في السيطرة على التضخم الآن، هذا واضح. لذلك يجب، وقيل مؤخرا لوزير الخزينة أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي، قال هذا الثمن نحن مستعدين أن ندفعه، أي لتحقيق هدف 2% من التضخم عليهم أن يقبلوا مرحلة من الانكماش والركود الاقتصادي والبطالة، ويريدوا سحق طلب المستهلك لكي تنخفض الأسعار، وهذا صعب جدا تحقيقه. من الأفكار التي طرحت أيضا وهذا مثير للاهتمام، إعادة التفكير بما يسمى البريكزيت والعلاقة مع أوروبا، لأن العلاقة التجارية الحالية القائمة غير مرضية، أدت إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد وتكلفة التصدير وارتفعت الأسعار. لذلك يجب إعادة التفكير بالعلاقة والتفاوض من جديد من أجل علاقة جديدة قريبة مما كانت عليه عندما كانت بريطانيا جزء من هذا الاتحاد. هناك أفكار ولكن كل منها لا يواجه تحديات وصعوبات، الأمر ليس سهل، نتوقع المزيد من التقشف، لكن العام المقبل سيكون هناك انتخابات عامة. لذلك المحافظين، حزب المحافظين الذي الآن يسيطر على البرلمان وعلى الحكم، سيحاول أن يرضي الشعب بإعطاء تخفيضات في الضرائب، ولكن ضمن الأرقام الموجودة من عجز ومديونية هائلة، كل هذا وتضخم مرتفع، سيكون صعب جدا، لا نعرف كيف سيفعل ذلك. لذلك هناك تحديات ضخمة، والمستقبل ليس في الواقع سعيدا في المرحلة القريبة. نعم. بما أنك تحدثت عن البريكزيت، طبعا الاتحاد الأوروبي حقق نتائج إيجابية مقارنة ببريطانيا، هل هناك ندما في بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي؟ وبرأيك كيف كان سيكون الوضع في حال استمرارها في الاتحاد؟ نعم، الاتحاد الأوروبي نجح إلى حد ما في تخفيض التضخم، وكذلك الولايات المتحدة من إجراءات الاتحاد الاحتياطي أو البنك الفيدرالي المركزي أدت إلى خفض التضخم الأمريكي من 9 إلى حوالي 4.5%. في بريطانيا في الواقع فشلوا أن يحققوا أي تقدم على جبهة التضخم. نعم هناك ندم شديد من قبل عدد كبير من المواطنين أنهم صوتوا للبريكزيت، لأن البريكزيت وضعوا وعود لم تتحقق. بوريس جونسون كان يقول سنوفر 345 مليون استرليني أسبوعيا، وهذه ستذهب إلى قطاع الصحة، لم يذهب ولا فلس واحد وفشلت. ثم قال أننا سنوقف الهجرة الغير شرعية، هذا لم يحدث. وقال أننا سترتفع الأجور ويرتفع مستوى المعيشة، هذا لم يحدث. لذلك فشلوا على جميع الجبهات. الآن إذا تم استفتاء جديد يتعلق بالبريكزيت، آخر إحصاءات قرأتها حوالي 64% من الشعب البريطاني يحبذ الرجوع. وقت الاستفتاء 2016 فقط 48%، 48% صوتوا للبقاء
و52% صوتوا للخروج. الآن أكثر من 60% يريدوا الرجوع للاتحاد الأوروبي. لذلك إعادة تقييم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وإعادة بناء علاقات تجارية على أسس مقبولة، هذا أمر هام جدا، وتخفيض الإنفاق الحكومي. ولكن شيء آخر أريد أن أذكره، أن الحكومة البريطانية ورطت نفسها بالموضوع الأوكراني والتزمت بتقديم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا، لا تستطيع أن تنسحب الآن، هذا عبء إضافي يدفعه دافع الضرائب البريطاني. طيب سؤالي الأخير، هل تعزز الأزمة الحالية من احتمال انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة؟ هذا مسألة شائكة. استقلال اسكتلندا، رغم أن اسكتلندا تحبذ البقاء، عندما كانت نيكولاس ستيرجن وهي رئيسة الحزب الاسكتلندي الوطني كانت تطالب بذلك وتطالب باستفتاء جديد وإلى غير ذلك، لكنها تورطت في فضائح مالية هي وزوجها وبعض المساعدين واستقالت، وهي لم تعد رئيسة الحزب، استلم الحزب رجل آخر. ومعظم الشعب الاسكتلندي الآن ليس ضد، يؤيد الانفصال عن بريطانيا. هذه المسألة الآن قد يتم تأجيلها 5 أو 10 سنوات، سوف لا يحدث انفصال. لو بقيت نيكولا ستيرجز في السلطة كرئيسة الحزب الاسكتلندي الوطني ربما سيحدث خلال 4-5 سنوات، ولكن الآن أعتقد الموضوع تم تجاهله، والشعب الاسكتلندي ليس بحالة نفسية لقبول الانفصال، علما لأن بريطانيا تساهم في بناء الاقتصاد الاسكتلندي وتقدم المساعدات لاسكتلندا. ولكن من أجندة الحزب الانفصالي الاسكتلندي الوطني هو إيقاف إنتاج النفط والغاز من بحر الشمال، يعني وهذا طبعا أدى إلى رفض الشعب البريطاني، لأن هذا يعني الاعتماد على روسيا والاعتماد على الاستيراد، ونرى أسعار طاقة مرتفعة جدا، هذا غير مقبول. لذلك علينا أن ننسى حركة الانفصال الاسكتلندي في هذه المرحلة. نعم، شكرا جزيلا لك ضيفنا من لندن نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي.